هذا سائل يقول: ما حكم شهادة الطفل في 12 من العمر في جريمة قتل ولا يوجد شاهد غيره؟ ما تقبل شهادة الصبيان الذي لم يبلغ، لا تقبل شهادته، إلا أن ابن القيم رحمه الله يقول تقبل شهادة، ما تصير شهادة بينة، تصير قرينة، تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض وتعتبر قرينة لا شهادة. نعم.